العقيد مصطفى دوابشي مدير شرطة المعابر والحدود معنا عبر الخط الهاتفي. أستاذ مصطفى صباح الخير، كل عام وأنت بخير يا سيدي. يسعد صباحك، يسعد صباح الأخوة المستمعين جميعا، وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله الخير بعم على الجميع. بالبداية إحنا بنعرف وضع المعابر والحدود اليوم مع جائحة الكورونا وإجراءات السفر الجديدة، فبدنا نبلش معك من هون، تحكينا أول إشي شو التغييرات اللي صارت، كيف حركة المسافرين على المعابر في ظل الجائحة، في ظل الأيام الماضية كان في أعداد كبيرة أم لا على المعابر، وإيش هي الإجراءات؟ نعم، صباح الخير مرة أخرى لك ولجميع المستمعين والجميع المشاهدين. كما تفضلت، المعابر في الفترة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة تغير عملها وتغيرت البرامج التي يتم العمل بها بالنسبة للبروتوكولات الصحية والإدارية التي تتعلق والتي تبعت قضية جائحة كورونا. قضية العمل على المعابر اليوم بحاجة إلى إجراءات جديدة، من قضية فحص الكورونا، من قضية حجز المنصات إلى الدول التي يتوجه إليها المواطن، وكافة الإجراءات التي نتكلم عنها هي إجراءات دولية، مما انعكس بشكل كبير على حركة المسافرين لدينا على معبر الكرامة. معبر الكرامة اليوم الحركة عليه ليست كما كنا معتادين قبل جائحة كورونا، وهي الحركة التي نشهدها يوميا. في السنة الماضية كان لدينا مغادرة ما يزيد عن 400 ألف مواطن إلى خارج الوطن، وعودة أعداد مقاربة هذا أيضا. هذا بالسنة؟ خلال السنة؟ نعم. خلال طوال العام. طوال العام 400 ألف. 409. 409. نعم صحيح. حجم المسافرين المغادرين من فلسطين، وأيضا أعداد أقل نسبيا حجم العائدين إلى أرض الوطن. بناء عليه كما قلنا، الحركة في كافة معابر العالم وفي كافة دول العالم انعكست إلى انخفضت بشكل كبير نتيجة جائحة كورونا، وتجنب العدد الأكبر من المواطنين السفر لمن ليس له حاجة ملحة للسفر. بناء عليه انخفضت الحركة كما قلنا، وهي لا ترتبط في المعبر الفلسطيني، ترتبط في كافة المعابر الدولية التي يتابعها المواطن والتي نشهدها سواء في المطارات أو في المعابر البرية في كافة دول العالم. هلا احنا بنعرف انه اجراءات السفر في العالم كلها يعني تغيرت مع جائحة الكورونا، بس في 1/1/2022 تفاجأ المسافرين او المسافرون استاذ مصطفى على المعبر انه ارتفعت قيمة ضريبة المغادرة اللي بيدفعها المواطن الفلسطيني على معبر الكرامة، كانت 155 صارت 158 شيكل، هي اصلا كانت 152 وقبل ال 152 كانت 150، ويعني 11 شيكل خلال فترة محدودة ارتفعت تقريبا. شو ما سبب هذا الارتفاع؟ لماذا يعني مع بداية هذا العام؟ نحن سنتكلم عن الإجراءات التي تتم في بداية كل عام بشكل عام. الإجراءات في بداية كل عام يتم تقييم قضية الضريبة، وهي بالمناسبة لا ترتبط لدينا، هي إجراءات تتم من الجانب الإسرائيلي ويتم تقييمها كل عام. في بعض الأحيان يتم الانخفاض وفي بعض وأغلب الأحيان يكون هناك ارتفاع. كما تفضلت، كان لدينا في العام الفائت الضريبة هي 155 شيكل، العام الحالي من بداية السنة ارتفعت إلى 158 شيكل، أي 3 شيكل ارتفعت عما كانت عليه معهودة في السنوات السابقة. القضية كما قلنا هي لدى الجانب الإسرائيلي، ونحن بالمناسبة لا يتم إجبار أي مواطن على شراء الضريبة لدينا. من لا يرغب بشراء الضريبة لا يتم إجباره على شرائها، ولكن ليكون معلوما للجميع أن حتى الضريبة إن لم يتم شرائها في المبلغ المعروف تكون لدى البنك الإسرائيلي، فرع البنوك الإسرائيلية في المعبر بشكل أكبر، قد تزيد حوالي 20 شيكل عما هي معتادة. فبناء عليه حتى في قضية الضريبة نحن لا يوجد أي إجبار للمواطن لمن يغادر إلى خارج فلسطين على شراء الضريبة، ولكن كما قلنا لا يستطيع المغادرة من الجانب الإسرائيلي إن لم يكن هناك ضريبة مغادرة، وهي كما قلنا في الأصل كما هو معروف أنها لتحسين الأوضاع على المعابر ولتحسين المنشآت وتحسين المرافق التي يتم السفر من خلالها. يعني هو كل مرة ارتفعت فيها كان عشان تحسين المرافق، أقصد أن القرار السبب الأصل. القرار من الاحتلال حكيت لي هو اللي أخترين. قال بدنا نرفعها أخترين. فكيف بدها تروح؟ عندما أتكلم دائما أتكلم بالعموم، نحن
كما قلت لك بالأصل أن تكون ضريبة المغادرة هي لتحسين المرافق الخاصة بالمعابر في كافة الأطراف، ولكن قضية الرفع أو التنزيل هي قضية لدى الجانب الإسرائيلي، ليست لدينا كجانب فلسطيني. فهم عليك، يعني الجانب الإسرائيلي بيخبر السلطة بقولها بدنا نرفع قيمة الضريبة. لا يوجد تخبير أصلا، الضريبة المطبوعة تكون من قبل الجانب الإسرائيلي، تكون هي من قبل الجانب الإسرائيلي، وشراءها يتم من إصدارها يتم من خلالهم. هل هو مش الناس بتقطعها على الاستراحة أستاذ مصطفى؟ صحيح، ولكن طيب. كما قلت لا يتم إجبار المواطن على أن يكون هناك، ما هو بيقدر يعني الإسراحة. ما هو إذا بدوش هذا بيسافر بنفع يسافر بدون ما يدفع ضريبة؟ لا، لدينا يستطيع السفر، ولكن لدى الجانب الإسرائيلي لا يستطيع السفر إن لم تكن هناك ضريبة. وهي تتقاسم، يعني تتقاسمها السلطة والجانب الإسرائيلي، إحنا بنعرف هذا الحكي، يعني عائدات هذه الضرائب بتروح للسلطة ولا الجانب الإسرائيلي. الفكرة إنه أفهم إنه يعني إدارة المعابر أو بشكل عام على استراحة ريحة ما لكم مش أي علاقة في موضوع سواء إنكم جباية الضريبة. لا يوجد أي علاقة بما يتعلق بتحديد سعر الضريبة كما قلتي، أما بما يتعلق ببيع الضريبة من قبل المالية في الاستراحة يكون هناك بيع للضريبة، ولكن نؤكد أنه لا يوجد إجبار كما قلنا على الشراء. طيب. يستطيع المواطن، نحن بالدرج الأساس يهمنا أن تكون جوازات السفر وتكون ما هو لا يوجد البرضة. إجبار ما هو يعني إيش يقطع استراحة أريحة ويضل موجود في أريحة وهو بده يسافر الزلمة يعني هو نعم صحيح. يعني إحنا بنتحكم مصلحته إحنا بنتحكم يعني في المعابر على اليوم إن شاء الله يجي هذا اليوم وإحنا اللي طيب القصة إنه هل الجانب الإسرائيلي يعني برر لماذا يريد رفع قيمة الضريبة بهذا الشكل؟ التفصيلات لا توجد لدي تفصيلات، لا شك أن هناك جهات اختصاص تستطيع الإجابة عن السؤال وما تتكلم عنه أختريم بشكل أكبر من الكلام لدينا. نعم، يعني بس المعلومة أنهم رفعوا قيمة الضريبة دون معرفة الأسباب. طيب قديش تقريبا يعني معدل قلت لي مرور المسافرين 400,000 تقريبا على المعابر؟ صحيح، خلال عام كان لدينا ما يزيد عن 400,000 مواطن مغادرين، نتكلم عن مغادرين وأنت تتكلمي عن المغادرة. نعم، نعم. العدد اليومي ما يقارب 1,200 مواطن المتوسط اليومي خلال السنة، نتكلم عن انخفاض كبير في حركة السفر، كنا نتكلم عن ما يزيد عن 1.5 مليون مواطن يغادروا الأراضي الفلسطينية قبل جائحة كورونا، بعد جائحة كورونا لا شك اختلف الوضع وانخفضت الحركة، عندما نتكلم عن ما يزيد عن 400,000 مواطن هي حركة منخفضة نسبياً إن ما قورنت بالسنوات الماضية التي شهدنا فيها أعداد كبيرة وشهدنا فيها حركة نشطة جدا للمعبر. في إجراء فحص PCR بده يصير على معبر الكرامة صحيح؟ هو هلأ بيصير يعني لكل القادمين؟ نعم أخترين. هذا مجاني أم مدفوع الثمن؟ مجاني لكل اللي بده يدخل على فلسطين للتأكد من خلوه من فيروس كورونا. نعم، أود التوضيح بما يختص بقضية المغادرة والعودة. المغادرة أي مواطن يغادر فلسطين بحاجة أن يكون لديه فحص PCR ساري المفعول خلال 48 ساعة، وأن يكون لديه حجز على المنصة الأردنية المعروفة، ويتم فحص أيضا كورونا لديه في الجانب لدى الأخوة الأشقاء في الأردن. وكما هو معلوم قضية المنصة تكون مدفوعة، والأخوة في الجانب الأردني أو الأشقاء الأردنيين قاموا بتخفيض قيمة الفحص من 28 دينار إلى 20 دينار قبل 4 أيام أو 5 أيام. بناء عليه كما قلنا يحتاج إلى أن يكون لديه فحص PCR، يحتاج إلى أن يكون هناك منصة. الحالات الإنسانية الملحة وخاصة حالات الوفاة يتم التنسيق مباشرة مع الأشقاء في الأردن، ويتم السماح لمن هم الأقارب درجة أولى بالسفر شرط اصطحاب قضية فحص الكورونا وفحص PCR وخلوه من كورونا. قضية العودة، أي مواطن يعود إلى أرض الوطن يتم عمل الفحص الطبي بما يختص بكورونا على المعبر في داخل قاعة القادمين، وهو فحص مجاني لا يتم تقاضي أي مبالغ مالية عليه. المنصة شو الفائدة منها؟ يعني هل لديكم أي معلومات بخصوصها؟ يعني في ناس كتير يعني بتحكي إنه ليش موجودة مثلا المنصة، اعملوا فحص PCR وهون وهناك ويكفي. هي إجراء أردني بحت ولا أنتوا يعني بتقدروا تستفسرونا يعني ليش الناس كلها مضطرة اليوم تسجل على المنصة قبل السفر؟
أختين، من قام بالسفر إلى دول أوروبية أو دول عربية أو إلى أي دول أخرى في العالم، اليوم كافة الإجراءات في دول العالم ما أي دولة يتم دخولها يجب أن يكون هناك حاجز للمنصة وحاجز لدخوله إلى الدولة التي ينطلق إليها، حتى في قضية الطيران، حتى في قضايا فحص الكورونا. فحص الكورونا من سافر إلى الدول الأوروبية يرى ويجد أن حتى فحص الكورونا في الدول الأوروبية يصل من 70 يورو إلى 90 يورو، وفي بعض الأحيان يصل إلى 100 يورو. نحن سافرنا قبل مدة بحاجة إلى أن يكون هناك منصة حتى على الدول الأوروبية المتوجه إليها، بحاجة إلى أن يكون هناك إجراءات فحص البي سي آر. الأخوة في الأردن الشقيق لديهم إجراءاتهم الخاصة المتعلقة بقضية السيطرة على جائحة كورونا وقضية البروتوكولات الصحية المرتبطة ما بين وزارة الصحة الأردنية لديهم وما بين الجهات صاحبة الحدودية المختلفة، ليتم السيطرة نسبيا على قضية جائحة كورونا، وهي إجراءات دولية. حتى لدينا نقوم بالفحص، قضية الفحص هي لا تتعلق لا سمح الله بقضية الإعاقة للمواطن، ولكن هي إجراءات دولية على كافة دول العالم. العقيد مصطفى دوابش مدير شرطة المعابر، شكرا جزيلا لك، تحياتي، شكرا.